السلام اخوتي اخواتاتي المهمات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي صبحتوا هانيين؟ كي درتوا مع سيدنا رمضان؟ نتمنىكم يا رب تكونوا بخير. نقدم معكم اليوم دجاج، من ديال التتويج الفطور، دجاج ان شاء الله بالجلبانه وبطاطا. دروكا كندير هاد البصله، كاينه تبليه الدجاج، وغندير ان شاء الله العطريه نتوما معايا. نشارك معكم الفطور ان شاء الله اللي كندير. مرحبا بكم. غندير الملحه، هيا غندير شويه ديال السكنجبير، ندير شويه الابزار، غندير واحد التنوره ديال الثومه، هيا غندير واحد التنوره ديال الزعفران، غندير القزبره، هو غندير شويه زيت، جات ربع كاس ديال زيت العود. المهمات الخواتات ديالي حبيبات، بعد ما غندير الخضره ديالي دايره فيها الجلبانه ودايره بطاطا ودايره الزيتون والمصير، ها هو غنديرو في الطاجين. الطاجين ديالنا كي تيجي البصله كلي كتطلق داك الماء هي فاش غنصيبو الخضره. الطواجين ديالنا بعد ما درت فيه الخضره، واخر نهائي ديال الطاجين ديالنا بعد ما طاب، هو طاب لينا. شكرا، ما تنساونيش شي تعليق زوين، شي كومونتير، بارطاجيو لي الفيديو مع الاصدقاء على اختك. غنديرو كيكه، درت كاس الزيت ديال العنبه، وغنضيف عليه كاس، غنضيف كاس ديال سنيده ديال العنبه، هاهو كاملو، غنضيف واحد الشاشيه ديال الفاني، هاهي، وغندير واحد كاس ديال دانون فاني، كاس دانون فاني. غنطحن هاد الشي، هاهو هاد المقادير نطحنهم، وهانتوما معايا. بعد ما طحنت داكشي ديالنا غندير جوج بيضات نطحنهم، غندير جوج خمارات حمرين هاهما، وغنضيف الدقيق. ما غنطحنوه بعد ما كندير الكيكه ديالنا في المول. اولا كندهن انا اي مول تندهنو بالزيت، ما كنديرش الزيت باش تجينا الكيكه ديالنا زوينه، ها هو. وانتم معايا حتى الطيب، ها هي الكيكه تاعتنا بعد ما طاب، غنديرو لها الدريساج ديالها وغنوريكم كي تجي. وا خواتاتي، بعد ما طيبت الفلان ديالنا درته في هذا المول اللي طيبت فيه الكيكه، وغادي نقلب الكيكه في وسط هذا المول. شدو كيكة تاعتنا، هيا خواتاتي الحبيبات ديالي، خر نهائي ديال الكيكة ديالنا كي تتجي، تتجي هائلة ان شاء الله. نقطع نوريها لكم، ما تنسونيش بارطاج، شي كومنتير زوين، لايك، رفعوا لي الجرس على خطيكم. شكرا لكم. خواتاتي نوريكم هاد الصوص بيشاميل، ها هي درت فيها الزبده، درت فيها الزبده وخليتها حتى دابت، ودرت فيها الدقيق حتى
حتى حمرته ولا حمر، جيتو جبدو مزيان، عاد درت اترو ديال الحليب ودرت فيه مليحه وبزيره وشويه ديال الكنوره وجوج فرماجات، فرماج عادي. وها هي معكم فتجي بنينه واعره. وهادي كندير الكفته، كندير الكفته باش نعمر، وبصيله كندير بصيله متوسطه، كندير شويه الابزار شو الزبده، ما درتش الزيت، ودرت فيها حتى هي شويه ديال الكنوره وخرقوم وملحه وشويه سكينجبير. هادشي اللي درت فيها. ها هي خوتي بعد ما طابت لينا البيشاميل وديك لاصوص ديال هذيك الكفته ديالنا، كنديروا طبقه ديال البيشاميل، طبقه ديال الكفته، وطبقه ديال لي بات، وكنبقاو غاديين هكاك حتى تنساليوها. ها هي بعد ما اخوتي تنديرها بحال هكا، غنديرها وكندوزها في الدقيق بحال هكا وكنحطها. ها هو الغطا ديالنا بعد ما طاب لهنا، ها هو كي تيجي. وشكرا لله، يخطيكم.